نأمل أن يأتي هذه المرة السلام من السويد ونعيش كبقية الشعوب في أمن وسلام ونتمنى أن يتحقق الأمن والأمان في اليمن. الوضع الإنساني أصبح مزري جدا والوضع الاقتصادي أيضا أصبح مزري. نتمنى أن تنتهي الحرب ونعيش كبقية الشعوب. ينظروا إلى ما وصلنا إليه، كيف أصبح حال الشعب اليمني، كيف أصبح حال المواطن. الناس سافرت، الناس خرجت، الناس بدأت تأكل من الزبالة، الناس أصبح الوضع مزري للغاية. فأرجو أن يحكموا صوت العقل والإنساني ويحكموا مشاعرهم، ينظروا لكافة الأطراف والمصالح بشكل عام، ما ينظروش لمصالحهم، يحاولوا أنه يثمر عنها شيء مجزي للمواطن بشكل عام.